عسلامة، جيت اليوم باش نعمل لكم فان ليكتور جديدة على آخر كتاب قريتو، بليتو خليتوني نقرا في لو دانغ أو بيستوري دو ياسمين الخضراء اللي قصيت عليه وقريت ليرب بلو بعد عاود رجعت له، وكان لي ديسيبسيون كبيرة. ما نعرفش بوسكو ياسمين الخضراء والريبيتاسيون نتاعو وكيفاش معروف وكل شيء، مكنش انا جاي مال شوازي لو ليفغ اللي باش نبدا بيه، اما كان لي ديسيبسيون كبيرة على الاخر. هو سيت ان ثريلر بوليسي يحكي على كوميسير لوب جي تليفون نتاع سعيد يقول له راني انا باش نعمل جريمه راهو باش نعمل وباش نعمل بار ديتاي وباش يعني عطا لي ديتاي نتاع الجريمه اللي باش نعملها، وقال له وبعد ما نكمل باش نمشي نعمل دوش في الشامبو فازين وبعد نكلمك نعطيك لادريس. سعيد بيان سور ياخذ التليفون على انه معناها بليزونتوري ولا ما شنو. بعد يومين تيجيو يقولوا له راه فما اكتشفنا جثه في البلاصه الفلانيه وكل شيء. يعاود يكلموا هذايا الصحافه البريس شو اللي عطوا له لو دانكو بيستوري، يقول له انت بك ما صدقتنيش دونك نلقاوك كيفاش هو معناها لو دانك بسيكولوجيكمون معناها انستابل، كيفاش مره يبكي مره يضحك مره ادري شنو ادري شنو. قالوا راني انا باش نعمل 6 جرائم، معناها باش نعمل 6 جرائم كا شوالي معناها تحقيق ويحاولوا انهم يشدوا السيدة ذايا وشنو الرابط بين السيس فيكتيم وكل شيء. في الاخر مش هتطلع فما رابط بين السيس فيكتيم وش هتطلع السيدة ذايا معناها عنده سبب علاش عمل الجرائم، لان جو تخوف ديبل على الاخر ماهوش كان خليها كيك بسيكوبات معناها بليش غيزون يمكن خير. ما نعرفش انا سي رايي ابخيتو، قولوا لي انتم شنو تراو معناها كان قريتو الكتاب وبا الكوتي البلوم. ما نعرفش حد جو مي سو با اتاشي دو تو لي لي بيرسوناج لا الستيل نتاع الكتابه علاش معناها انا ديجا كي نبدا نقرا في كتاب واعطيني وقتاش نكملو ديجا ساي معناها او غزم قصير مش طويل برشا. كايستوار كان ينجم ديفلوبيها خير وكان ينجم يكتبها خير بألف مرة، مي مالغوزمون ما نعرفش انا ما عجبنيش كان هذايا راي به. توا قاعده نقرا اوغوزمون في ليكتور مزيان على الاخر اللي هي خزرك الكوفرتور محلاها لو ميك دو لا توم دا كوتي دو كاتالينا مازيتي اللي هي سويدواز ماهيش ايطاليان كيما انا كنت نستخايل. الكتاب كيما قلت لكم تحفون على الاخر، وصلت لشابيتر 19 دونك وصلت هنايا. هذه المارك باج نتاعي اللي عملتها هكا قربيتها زعما زعما. التحفون في الكتاب انه ما نجمش نحكي عليه بيان سور خاطر مازلت ما كملتوش، سو فار سو جود عاجبني كل شيء. اما جست باش نحكي لكم على فيت انه الحاجه تحفونه في الكتاب انه شابيتر بشابيتر مره هي تحكي مره هو يحكي، يعني مره البطله مره البطل، دونك ليفينمون نلقاو البوان فيو نتاعو نتاعها. هذيك الحاجه اللي معناها سو فار اللي عجبتني على الاخر في الكتاب وكل شيء، واللي سبارت زاده تحفونه كل شيء. دونك كي نكمل ان شاء الله نحكي لكم عليها با ديتاي ونعطيكم عليها رايي اللي نتاعي. وزيد مازلت نقرا في جوست اوف سنغافور اللي تو مازلت ما كملتوش، ان شاء الله جوتي اني باش نكملو بروشينمون ان شاء الله ونحكي لكم عليه. البروشين ليكتور ان شاء الله نتاعي باش تكون ان بي دي اف، ما تتفاجعوش، اسمها حبيبي دايشي. ما نعرفش لقيتو في الانترنت اللي كتبهم بي دي اف النو ما انتريغي معناها حبيبي وداعي شي فرد جمله ما جيت شيء. دونك برشا معناها عطاو لافي نتاعهم وعجبو كل شيء. يحكي على كيفاش مراه مطلقه باش تلقى روحها في قلب داعش كوا، وكيفاش باش تحكي على لافونتور نتاعها هكا جون سورت. انا مازلت ما قريتوش بيان سور، وان شاء الله نقرا نحكي لكم عليه باش تكون ليكتور بروشين نتاعي. الكوفرتور كان نجم نحط لكم تصويره في ليكرون كان نجمت خاطر ما عنديش فكرة كيفاش نحطها. نجرب نجرب بلا حاسلو. كانت هذيا الفان ليكتور نتاع المرة هذيا، ان شاء الله تكون عجبتكم وكلوا لي انتم ما فيش قاعدين تقراو، وراكم مرة جاية ان شاء الله. باي باي.